مشاهدينا الكرام، للمزيد حول الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ يحيى السنبل. أهلا بكم شيخ يحيى. بداية، الأمم المتحدة تدين استخدام أسلحة الصيد ضد المتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد، كيف ترى موقف المجتمع الدولي من قمع التظاهرات؟ أحييك وأحيي مشاهدي قناة الرافدين. أهلا وسهلا أخي الكريم. لا تكفي بيانات الإدانة من قبل منظمات الأمم المتحدة أو ممثلة الأمم المتحدة في العراق، وإنما يجب أن يكون هناك قرارا رادعا على المستوى الدولي ضد هذه الحملات التي ترقى إلى جرائم حرب مستمرة منذ 5 أشهر على هؤلاء المتظاهرين السلميين الذين لم يحملوا أي سلاح، وإنما يرفعون علم وطنهم ويريدون خلاص هذا الوطن من أخطبوط الفساد التي يجثم على صدره منذ عام 2003، وإنهاء الهيمنة الإيرانية والأجنبية عليه التي تستثمر الفساد من أجل مصالحها الخاصة على حساب دماء ومآسي وثروات شعبنا العراقي. شيخ يحيى، الأمم المتحدة نشدت الحكومة في أكثر من مناسبة لحماية المتظاهرين، بينما يقتل المتظاهرون من قبل ميليشيات تابعة للحكومة. مما تخشى الأمم المتحدة والجهات الدولية من تسمية الأسماء بمسمياتها؟ الحكومة هي من تدفع هذه الميليشيات لقتل هؤلاء الشباب العزل من السلاح، وهي تريد الخلاص من هذه الشعارات التي فضحتهم على رؤوس الأشهاد. الحكومة هي من تريد استمرار مسلسل الفساد والقتل والدماء من أجل أن تبقى تنفذ أجندة إيران والحرس الثوري وغيرها من الدول الاستعمارية والأجنبية التي تسعى لسرقة ثروات العراق ولتمزيق نسيجه الاجتماعي. الأمم المتحدة هي لا تخشى من أحد في فضح هذه الأسماء، ولكنها مشتركة بهذه الجريمة عندما لا تفضح هذه الأسماء. نعم، هي شريكة في هذه الجرائم عندما لا تسمي الأسماء بمسمياتها، في وقت نراها تصدر البيانات على تظاهرات بسيطة لا تستغرق سوى ساعة أو ساعتين في دول أخرى، وتسمي الأسماء بمسمياتها هناك. ولكن هنا المال العراقي الذي أيضا تستفيد منه هؤلاء المسؤولين المرتشين في الأمم المتحدة هم من يغطون على جانب الفساد والقتل الذي يتعرض له المتظاهرين السلميين ويتعرض له الشعب العراقي طوال 17 عاما من عمر هذا الاحتلال الغادر والغاشم. يعني ما الذي يحتاج أن يفعله أكثر المتظاهرون في سبيل إحراج المجتمع الدولي أكثر لكي يتدخل بالطريقة التي تفضلت بها قبل قليل، تدخل بخلاف التصريحات وبخلاف الاستنكار والاستهجان البيانات التي تخرج منهم؟ على ما أرى أن هذه المنظمات الدولية الشريكة في التي شرعنت الاحتلال وشرعنت عمليات القتل هي تريد أن تصل الأمور إلى حالة الاقتتال الداخلي في العراق. هي لا تريد أن ترى هذه التظاهرات السلمية، تريد أن ترى هناك اقتتالا حقيقيا. وعندما يكون هناك تدخلا سيكون تدخل على حساب ثروات العراق ودماء أبناء شعبه. لذلك نحن يائسون من هذه المنظمات الدولية في اتخاذ أي قرار لصالح هؤلاء الثوار إلى حد هذه الساعة، سوى تصريحات جوفاء خائبة وبيانات خجولة لا ترقى إلى تسمية ما أشرنا إليه من مسميات الميليشيات الحقيقية وتدين الحكومة التي هي الغطاء الرسمي لهذه الميليشيات، وتعمل أيضا لتنفيذ أجندة القوى الأجنبية التي تسعى لتدمير العراق وسرقة الثروات. طيب، إذا عدنا قليلا شيخ يحيى إلى القمع الميداني الحاصل في ساحات التظاهر، الكل غير مستثنى من قمع الميليشيات والقوات الحكومية، لكن
الطلبة هم أكثر الفئات استهدافا بهذا القمع، إلى ماذا تعزو هذا الاستهداف؟ الطلبة أخي الكريم هم الزخم الكبير الذي يسند هذه الثورة ويسند المنتفضين بمئات الآلاف من الشبان الذين يهدرون بأصواتهم ضد هذه الطغمة الفاسدة وضد أدواتها الميليشياوية، ويسعون للخلاص منها ويسعون لخلاص وطنهم من هؤلاء الفاسدين الذين دمروا العراق وأحالوه دولة فاشلة على كل المستويات. لذلك عندما تحاول الحكومة وميليشياتها من ضرب وقمع هؤلاء الطلبة تريد إنهاء هذا الزخم الكبير الذي يحظى به المنتفضين المعتصمين في ساحات الاعتصام. يريدون تهني هذه الإرادة من الوصول مرة أخرى إلى هذه الساحات من أجل أن يتسنى لهم إنهاء هذه الاعتصامات، ولكن هؤلاء الطلبة وهؤلاء المعتصمين يحظون بتأييد كامل من كافة شرائح الشعب العراقي، والطلبة هم العمود الفقري لهذه الثورة، وهم الزخم الكبير لاستمراريتها بوجه طغمة الفساد والذي رهنت العراق وثرواته ومقدراته لصالح مجموعة من دكاكين الأحزاب الفاشلة التي تعمل من أجل مصالح إيران ومصالح القوى الأجنبية الأخرى. طبعا في كل يوم القوات الحكومية والميليشيات تكثف من استخدام أسلحة جديدة مثل الرصاص المتشظي، أسلحة الصيد وغيرها من أسلحة أخرى استخدمت في قمع هذه الثورة وقمع التظاهرات. هل استخدام هذه الأسلحة في قتل المتظاهرين أو مبدأ العنف بشكل عام سيمكن الميليشيات من إنهاء هذه التظاهرات؟ نحن نقول بإذن الله لن يستطيعوا أبدا أن يثنوا إرادة هذا الشعب الثائر، واستخدام هذه الأسلحة الجديدة واختراعهم لكل أدوات الإجرام هو لأنهم ينظرون إلى أنفسهم، هذه الطغمة الفاسدة أقصد، إنها تنظر إنها ستفقد هذه المراكز التي تستحوذ منها على أموال الشعب العراقي، وإنها سوف تفقد ما وصلت إليه من التسلط والاستئثار بالمناصب والمال على حساب هؤلاء المساكين، وجعلوا من أموالهم ومناصبهم مكرسة لخدمة إيران ولخدمة الأجنبي. لذلك هم يحاولون بشتى الطرق ثني هذه الجماهير عن المطالبة بحقوقها واسترداد وطنها، أملا منهم بأن يبقوا في مسيرة الفساد والخراب للعراق، ولكن أملنا بالله كبير، ومن ثم بهذه الجموع الهادرة المعتصمة والمتظاهرة من أجل خلاص العراق. الشيخ يحيى السنبل أمين سري مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.